Ready? Striker 3 Alpha Viper 6-1, missile fired at the object searching for BDA. Yeah, it's gone. It's not there anymore. مقتل 8 أشخاص. وطبعا نستطلع معكم الآن مشاهدين وإلى هذه اللقطات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر طبعا اللحظات الأولية لعملية القصف التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأيضا قادة من الحشد الشعبي في العراق قرب مطار بغداد الدولي، الأمر الذي أدى إلى تعليق حركة الملاحة في المطار بغداد الدولي، وهذه الانفجارات التي هزت العاصمة العراقية بغداد ليلة الخميس على الجمعة. وكما ذكرنا أعلن البنتاغون مسؤوليته عن هذا الهجوم وقال أنها